السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، تحية مجددة وفاء منا لمدينة القصر الكبير التي طالها وأبناءها وساكنيها الإقصاء والتهميش والنسيان، وعملا على إعطاء نخبها حقهم نستضيف اليوم الشاعر عبد الصمد يوس. سي عبد الصمد، مرحبا وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا. لكم الكلمة سي عبد الصمد باش الناس يتعرفوا عليكم كتار وعلى إبداعات الفنية ديالكم، فلكم الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك، المقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. شكرا صديقي وأستاذي محمد على استضافتك لنا، وأبدأ إن شاء الله معكم حديثا ليس محاضرة علمية ولا درسا أكاديميا، ولكنه حديث من قلب إلى قلوب، وإتاحة فرصة لتبادل أفكار وتناقح معلومات، حتى إني لم أهيئ ورقتي وفضلت الارتجال، رغم علمي بأن المرتجل لا يسلم من أخطاء وعثرات وتشتت أفكار، لكن لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم، صدق الله العظيم. الشعر، الشعر كان ولا زال وسيبقى نابضا بالحب والحياة والعاطفة. سيبقى ما بقي الحب، ما بقيت الحياة، ما بقيت العاطفة، ما بقي السلام، ما بقيت القلوب في الصدور، ما بقيت الحرية، ما بقي الإنسان على وجه الكرة الأرضية. سيبقى أسرابا من السنونوات والفراشات تنشر الحب وتنثر السلام، وسيبقى أيضا مخارب وأنياب في وجوه الطغاة والظالمين. والشاعر كأي مبدع تلزمه أمور وأشياء كي يشق طريقه قبل أن تشق قصيدته طريقها. أولا، لا بد أن يكون موهوبا، فالموهبة هي أساس الإبداع، وهذا أمر بدهي وشرط أساس، بل فرض عين على كل مبدع. والموهبة أيها الأفاضل لا تباع ولا تشترى، لكنها هبة من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والموهبة لا يتحصل عليها بالذكاء، وإلا رأيت آلافا مؤلفة من الشعراء، لأنه ثمة مثلها من الأذكياء. أيضا الشاعر يجب أن يكون رساليا، فالشعراء كما هو معلوم هم من حملة الرسالات. على الشاعر أن لا يكتب بمنطق هذه قصيدتي، ولكن هذه رسالتي، هذه قضيتي، أبلغها منكم وإليكم. أيضا الشاعر يجب أن يتجاوز ذاته، فالشاعر الذي لا تقلقه دمعة طفلة ولا يورقه أنين مريض أو صوت مقهور، طبعا هو ليس بشاعر، لأن الشعر مشاعر، ومن لا مشاعر له ليس بشاعر. أيضا أستاذ دغاي، الشاعر يحتاج للإعلام، فكما هو معلوم الشاعر يطير بجناحين، جناح الإبداع وجناح الإعلام، ولعل أهم هذه الأجنحة هو جناح الإعلام. وللحقيقة أقول كلاما وأعرف ما أقول وأتحمل مسؤولية ما أقول. الإعلام دائما يصدر لنا النماذج السيئة والفاشلة في جميع المجالات، المسرح، في الغناء، لم تصدقوني، فيصدر لنا، أقولها بصراحة، التافهين، يصدر لنا أقواما لا يبلغون من الكرام نعالهم. إن لم تصدقوني فاسألوا لدى عيال ذيك الأسماء، أنتم تعرفونها جيدا. أيضا الشاعر يجب أن يكون حرا، فالشاعر الذي يكتب بإملاءة الآخرين طبعا هو لا يمارس حريته، ثم لا يستطيع أن يتقمص حالة الحرية التي ينادي بها لغيره. يجب أن يكون حرا أولا، ثم ينطلق في مسيرته. هنا تحضرني قولة جميلة
لصديقنا شاعر الثورة السورية الدكتور أنس دغيم، يقول: يا معشر الشعراء والأدباء، لا تستقبلوا أي حرف في صحائفكم حتى يتوضأ بماء زمزم ويصلي في القدس 5 مرات. لماذا هذا الوضوء وهذه الصلاة؟ ليكون الحرف نقيا صافيا مقدسا، ولن يكون مقدسا إلا إذا كان حرا. من هنا جاءت قدسية الشعر، وهي البحث عن الحرية. أنا دائما أجد نفسي في كلمة الحرة، أجد قيدي فيما سواها. وأنا دائما أقول لأصدقاء الشعراء والأدباء: اكتبوا أنفسكم، لا تكونوا صدى غيركم. الشتان ما بين من يكتب ليكتب وما بين من يحترق ليكتب، ولن تتأتى لك هذه الحرقة إلا إذا كنت محترقا فعلا، وإلا إذا دخل قلبك في ذاك الأتون لتأخذ من أنفاس غيرك وتنطلق في مسيرتك. بسم الله الرحمن الرحيم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا هو الذي احترق، هذا هو الذي أكل الهم الذي لم يأكله غيره، واصطلى النار التي لم يصطليها غيره. فالشعر أيها الأفاضل كما أتصوره هو ثورة متجددة في الكلمة، تقتات من كل قلب حر أو صورة حية. لذلك فنحن نكتب باسم المهمومين والمهمشين في هذا العالم المأفون، نكتب باسم المحبين العاشقين الذين أرقتهم نار الهوى، نناضل بحروفنا بكلماتنا، ننقل هموم القلوب المتعبة الحيارة والأسالة خلف قطبانهم. ولا نقصد هنا قطبان السجون فقط، ولكن كل ما يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وحريته. وفي هذا الإطار بمفهومها الشامل نعم، وفي هذا الإطار لا بد أن نفرق ونميز ما بين شاعر الصنعة وشاعر القيمة، أو قل شعراء الصنعة وشعراء القيمة، وهناك بون شاسع بينهما. فشاعر الصنعة هو يعني شخص له رصيد لغوي محترم يضبط عروضه، يسحرك ببلاغته وبيانه، يبهرك بأسلوبه طبعا وبتشبيهاته، لكنه ليس حرا. قد نسوق مثالا حيا على ذلك، فبالمتنبي، فلا أحد يشك أن المتنبي عملاق من عمالقة الشعر العربي، لكنك تجده يمدح سيف الدولة، ثم لما قلاه سيف الدولة ذهب ليمدح كافور، ثم لما قلاه كافور هجا كافور، وظل متقلبا أو من بلاط إلى بلاط متكسبا بشعره مادحا من يسخو عليه. أيضا يمكن أن نتكلم عن الجواهر رحمه الله. الجواهر يعني اللغة العربية النقية الصافية، كأنك تسمع شاعرا من شعراء المعلقات. لكنه للأسف مدح صدام، مدح حسين ملك الأردن، مدح بن علي، مدح الحسن الثاني. إذا تكلمنا عن شعراء الصنعة تكلمنا عن مثل هؤلاء، إذا تكلمنا عن شعراء القيمة ذهبنا لغيرهم. محمد إقبال رحمه الله شاعر أعجمي بقلب عربي، نادى بتحرير شعب الهند وشعب باكستان، هو الذي يقول: كن مثل إبراهيم في الإيمان حتى تزين معابد الأوثان. أيضا يمكن أن نتكلم عن محمود الزبيري رحمه الله، شاعر اليمني ورائد الأدب الحركي، ماذا قال حينما خرج من السجن؟ قال لما أذكر نعم: خرجنا من السجن شم الأنوف، كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها. أيضا حتى نزار قباني رغم شهرته بالغزل إلا أن له شاعر المرأة، يعني مشهور بالغزل، ولكن الكثير لا يعرف أن له قصائد وطنية جداء، قصائد وطنية جداء هي في رصيدي وفي رصيد كل الشرفاء. وما يطلق عليه معبرة الصمد، وما يطلق عليه شيخ سياسي
القصيدة السياسية. نعم. القصيدة السياسية. نعم. مثلا نستحضر كذلك أحمد مطر. أحمد مطر. أحمد مطر. ثم نستحضر بدر شاكر السياب ومظفر النواب وأنس داغين. وأنس داغين وغيرهم كثير ممن أغنوا الساحة الشعرية بقصائد ثائرة، بقصائد ثورية كانت في وقت ماضي محط عشق لجميع. نعم، لأن كل ما هو كل ما هو ممنوع فهو مرغوب، مرغوب. في ذلك الوقت يعني كان حاضر، ماشي مشكل، كان حاضر على القصيدة السياسية. قلت وقفنا أظن عبد نزار قباني، فرغم تغزله وما وشهرته بالغزل إلا أن له قصائد وطنية جداء هي في رصيدي وفي رصيد كل الشرفاء. فرشت فوق ثراك الطاهر الهدوبة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة؟ أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. إلى أن يقول يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت قصبة. هناك قصيدة أخرى على تونس، يا تونس الخضراء ها أنا ذا جئتك وليس لدي سرداب، أنا الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت بغنائه الأعشاب. يا سلام. ناديت رباب فنادتني رباب، لا ناهد لي ترن ولا ناهد ترتاب. يا سلام. شعراء هذا العصر جنس ثالث، فلا البحتري ولا زرياب. العالم العربي يخزن النفط في خصيته وربك الوهاب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو دواب. هناك قصائد أخرى لمزار. يا سلام، شكرا على الإضافة. شكرا على الإضافة. نختم بصديقنا شاعر الثورة السورية الدكتور أنس داغيم يقول: لأنك أنت ولست ذكرى، عبرت إليك منك لأستمر. زرعت أظافري في لحم خوفي وطلقت احتمال سواك عشرة. وهذا الشعر منذ اعتاد قلبي وأدمنني تعمد بي فمر. إلي علي يكتبني كريما وأكتبه، فصرت وصار بحرا. وأقسم أن حرفا ليس مني إذا لم يشتعل لله جمرا. سيقرأ لي حفاة الناس يوما ويمكر بي طغاة الأرض مكرا. فإن قتلوا أنايا خلقت جمعا، وإن جرحوا بناني سال شعرا. أقل الشعر أن تختار موتا يشرف حرفك العربي عمرا. وإن حوصرت في متر وحيدا سأجعله لأهل الظلم قبرا. هذا هو الشعر العالي، الشعر الذي يتغنى بالقيم الإنسانية السامية، الشعر الذي يرد الروح للروح. قبل أن أختم لا بأس أن نشير إلى مسألة اختلف فيها الكثير من الشعراء ومن نقاد الشعر العربي، وهي مسألة التمرد في الشعر العربي. ومن خلال استقرائي وتتبعي للمشهد الشعري حديثه وقديمه يمكنني أن أقول أن التمرد في الشعر العربي نوعان: مذموم ومحمود. أما المذموم فهو التمرد على بنية القصيدة، في البدء تمردوا على القصيدة العمودية وجاءوا بما يعرف بشعر التفعيل أو الشعر الحر بين قوسين. لما سئل عنه محمود عباس العقاد قال هو الوصول إلى الشهرة عن طريق البدعة. تمردوا فيما بعد عن الشعر الحر وجاءوا بالشعر المنثور أو قصيدة النثر. أيضا تمردوا عليها وجاءوا بالهايكو وبأشكال ما أنزل الله بها من سلطان. في تقديري هذا تمرد مذموم. لماذا؟ لأنه يفقد الشعر أهم عنصر وهو الموسيقى. هذا لا يعني أنني أحارب مثلا القصيدة النثر أو أشناؤها، بل بالعكس أنا أتبعها وتعجبني وأستمع إليها كثيرا، لكن الفارق هو أني أستمع إليها على أساس أنها نصوص وليست شعرا. في المقابل قلنا هناك تمرد محمود، وهو إن شئت فقل التمرد الروحي للشاعر، كأن يبحث عن مائه في صحرائه أو عن حريته في قاع سجن. وفي نظري هذا تمرد محمود. لماذا؟ لأنك به تحلق مع الشاعر في خياله المطرع وفي عوالمه المفعمة بالحب والجلال والجمال. ختاما أقول رجاء لا تحمل الشاعر أكثر مما يطيق. الشاعر ليس سوبرمان، الشاعر له عينان وأذنان، لديه قلب وروح ومشاعر. ما يراه ويسمعه يتصفى في قلبه فيلبسه من جمال روحه وجرحه، ويوشي الجميع بثوب الموسيقى
آنذاك تدخل قصائده شغاف القلوب قبل الأذان. ولأن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع، أكتفي بهذا القدر. شكرا لكم. ولكن السي عبد الصمد اسمح لي، أنا ما علمته من خلال تصفحي لديوانك أنك تتغنى بسيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لك قصائد سياسية. نعم. وهذه أحسن مناسبة أن المتتبعين ديال القناة ديالنا يعرفوا أن الاستضافة ديال السي عبد الصمد يوس ما غدوش هكاك بلا ما تسمعنا قصيدة في مدح خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وقصيدة سياسية تنتقد فيها الحكومة، وهذا غيكون شرف ليا وغيكون كذلك متعة لا نظير لها بالنسبة للمتتبع والمتلقي. بكل فرح أستاذي الدغاي، فأنا دائما أقول لأصدقائي الشعراء زكوا شعركم، وزكاة الشعر في نظري أن تكتب قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قصيدة واحدة في السنة. إذن أبدأ بقصيدة المدح، بعدها نلتقي إلى قصيدة وطنية سياسية وطنية عنوانها وطني. أقول على بركة الله: حر كريم أبي شامخ أنف، الجود يعرفه والعز والشرف. حر كريم أبي شامخ أنف، الجود يعرفه والعز والشرف. هو الصدوق وكل الكون صدقه، ويشهد الغار والبيداء والسعف. فمدحكم شرف قد زادني شرفا، إضاء حرفي وشع الياء والألف. يا سيدا ورسولا أنت تجمعنا تحت الهدى، فعلام اليوم نختلف. وأنت أجمل من في الكون أمدحه، أنت الحبيب وأنت الحب والشغف. ليس المحبون من في حبه نضموا، إن المحبين من في حبه نزفوا. الناس قام خطيبا يومها خشعت قلوب أصحابه من بالتقى اتصفوا. وينزل المصطفى من فوق منبره، وينزل المصطفى من فوق منبره، فيدمع الجدع تحنانا ويرتجف. أحلامنا حمزة، إيماننا عمر، قلوبنا أحمد، يا ليتهم عرفوا. بأننا جيشك الجرار ننصركم، ما همنا أتقوم الحرب أم تقفوا. لم يتننا عنك يا طه تكالبهم، لهم من الله ويل أينما تقفوا. أحلامنا حمزة، إيماننا عمر، قلوبنا أحمد، يا ليتهم عرفوا. بأننا جيشك الجرار ننصركم، ما همنا أتقوم الحرب أم تقفوا. لم يثننا عنك يا طه تكالبهم، لهم من الله ويل أينما ثقفوا. وإن من كره المختار نكرههم، فنحن والمصطفى في حربهم طرفوا. الله في محكم التنزيل قال لنا: الخير في سنة المختار فاقتطفوا. نلت الشفاعة والإحسان أجمعه، ونحن من حوضك الفياض نغترف. محمديون طه سر قوتهم، قد ناصروه فنعم القوم والخلف. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والآل والصحب من بالعزة اتصفوا. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا. وصلى الله على سيدنا محمد. إذن أختم صلى الله عليه وسلم، أختم بقصيدة وطني، وربما أعتقد أنها راقتك الكثير. أقول قصيدة معبرة عن واقعنا الأليم. نعم. وطن تقامر باسمه السلطات، وحكومة فضحت لها عورات. وطن تقامر باسمه السلطات، وحكومة فضحت لها عورات. ما إن تشكل مجلس حتى بدت تشاحنا من نحسه النكبات. وزراؤه ما همهم شعب ولا صرخات مسحوق ولا آهات. محتارة تبدو حكومتنا، فلا خطط تسوس بها ومقترحات. سياسة الترقيع كانت دائما بدلا إذا ما اشتدت الأزمات. الحزب مشروخ يقوده ناهب، والبرلمان نوابه عاهات. فترى السياسي عندنا متبجحا يزهو بنفسه إن علت أصوات. أهل السياسة لا تنام عيونهم، دوما لهم قمم ومؤتمرات.
هم سوقة وحثالة وشريفهم كالكلب لا تندى له وجنات. هم يضحكون على الدقون ويلعبوا فوعودهم وعهودهم كلمات. عش عيشة المسكين تنعم بالهنى ذا مغرب آفاقه ظلمات. لهفي على شعب أبي صامد شعب مسيرته لها صولات. أسفي على نخب تخون قضية وسياسيون طموحهم صفقات. ما همنا طرب ورقص إنما قد همنا أن ترخص الأقوات. الظلم في أوطاننا متجدر والعدل مسكين له الويلات. حسبي بأن الله يمهل ظالما والظلم في ميزانه ظلمات. حسبي بأن الله يمهل ظالما والظلم في ميزانه ظلمات. شكرا لكم، تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا يوم سعيد اللي استضفت من خلاله أخو الصديق الشاعر عبد الصمد يوس، اللي حقيقة شغفت وفرحت وعمني السرور وأنا كنقرأ الديوان ديالو اللي عمل لي الإهداء ديالو. نتمنى مشاهدي الكرام إخواني أخواتي أنكم تكونوا طربتوا هادشي اللي سمعتوه. كنتمنى لكم الخير، كنأكد كل مرة أنني غنعمل ما أمكنني، غنعمل اللي في وسعي أنني نقدم لكم محتوى مفيد، نقدم لكم ناس اللي يشرفنا أن نستضفوهم، أنكم تسمعوا جميل الكلمة عندهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.